شيخ العرافين استنى حبه بقى، استنى عرفها. لا ده انا عندي تقيل. استنى يا شيخ العرافين، احنا جايبينك اصلا كده يعني، احنا الدكتور عزماك عندنا، مش عايزينك بقى تزيد كده. خدي فرصتك اما نشوف طول النهارده المنظر ده. هم ناقر ونقير، امال بيعملوا ايه لما انتوا بتعملوا كده في البرنامج؟ اتعرضت للموت. امال بتعملوا ايه؟ ما تسمعوني بس، لما انتوا بتعملوا كده في الحلقه امال بتعملوا ايه في البيت مع بعض؟ والله مش سايبني في حالي يا دكتوره. يلا ايه في البيت؟ دلوقتي اتعرضت للموت في ليبيا. ايه في البيت ما بيقدرش يتكلم خالص. شكله كده. هو هنا بس. عرفك الكلام يا كابتن حسام، ماشي. اتفضل. يلا يا عرفه، اديها فرصه. اتعرضت للموت في ليبيا يا كابتن واتضرب عليك نار. تمام. ورفضت تكمل عقدك. ليه يا كابتن؟ ده حقيقي؟ اتضربت بالرصاص. ورفضت اكمل عقدي لان الموضوع ما فيهوش هزار. يعني انا مين اللي ضربك بالرصاص؟ احكي لنا الحكايه دي. في مباراه كنت بلعبها خارج طرابلس، انا اقامتي كانت في طرابلس وكنت ماسك اهلي طرابلس. ففي مباراه كنت بلعبها ورجعت النادي، كنا كسبانين، خدت عربيتي من النادي وطلعت من النادي عشان اروح محل اقامتي. جم كان في طبعا حاله امنيه مش مظبوطه في ليبيا وقتها. سبحان الله وقتها عربيتي، انا قلت العربيه مكتومه، قلت حاجه كده يعني سبحان الله والحمد لله يعني. قلت العربيه مكتومه، بدوس على البنزين، العربيه فتحت في اللحظه دي جنبي عربيه بتضرب عليا نار، جت في الازاز اللي ورا، الرصاص جه في الازاز اللي ورا على طول. طبعا العربيه جريت وانا رحت على طول رايح على البيت عندي، ورحت طالب رئيس النادي وقلت له بكره انا في المطار ماشي طبعا، وغادرت ليبيا. وده السبب يعني، لان كان في حاله عدم استقرار امني ودي ما فيهاش هزار. هنطلع